هذا النزار مات دفنوه راهو تحت الارض راهو بين يدين مولاه ان شاء الله يخلص الجرائم اللي يقترفها عند اللي ما كان يسمع لها والو. يعني اكثر من اسبوع من اللي توفى من اللي مات ومات قبر عميد الصحفيين الجزائريين، لانه كاين جوج، كاين سعد بوعقبه ومعمر فرح، هذوما جوج يعني اقدم صحفيين في الجزائر واللي اكثرهم يعني نشاط. يعني معمر حتى وين كان معمر فرح تقريبا يوميا كانت حتى هو عنده MBA، شغل عمود بالعربيه، عنده MBA. مانيش عارف اللي عندي مده ما يشتغل السوار دار جديد، دونك مانيش عارف لما زاد يكتب، ولكن كان من انشط الصحفيين ناحيه الكتابه. وسعد لانه سعد زيد داخل في الحراك، داخل في يعني عنده مواقف سياسيه سعد بوعقبه. واليوم نزل مقال اللي زعزع به الارض الا في الجزائر، يعني مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع ماهوش تحت مواقع التواصل الاجتماعي، المفروض اليوم راه كل القنوات راهم يتيليفونيو له ارواح وتناقشوا في الموضوع. وهذا الشيء اللي خلاني يعني كما قلت نسجلوا، لانه اول ما قال من عند صحفي ماهوش تاع صحفي بدوره على طبيعه، انه سعد بوعقبه شوف يعني عميد صحفيين اليوم تسيبو يكتب في موقع مدار تي في وفي فيسبوك وكذا، وما كان جريدة اللي عطيتو مساحة، مع العلم انه الجريدة اللي حتعطيلو مساحة طلع في المقروئية ديالها، طلع في المقروئية، ولكن راح إملاءات يقولوا لهم ما تنشروش خلاص. في المقال اللي كتبوا اليوم سعد بوعقبه شهادة لصالح المجرم خالد نزار، أنا نسميه مجرم لأنه ما كيف يقنعني يقول لي ما قتلش 250 جزائري وما كانش هو وراء تعذيب آلاف الجزائريين في مراكز مخابرات ووراء قتل عشرين جزائري ووراء إبعاد 10,000 جزائري في ظروف لا إنسانية، رماهم لعين مقل وواد ناموس في الصحاري، هذا إجرام، هذا مجرم. ولكن على كل حال خونا سعد بوعقبه لأنه شهادة إيجابية. الشهادة هذه أنا لما قريت تعليق الناس ما عرفوش يميزوا بأنه هذا صحفي يكتب الشيء اللي يعرفه، هذا ما يعرفه هو عن خالد نزار. وما وكان شرح في البداية يقول أنا ماني ما يربطني بخالد نزار يعني علاقة يعني ترقى إلى مستوى الصداقة مع الصديق، هو ماهوش عدو، والعلاقة الخاصة وهذه العلاقة ما بين الصحفي والشخصية السياسية هو أنك تعرف أنت واش باغي من عنده وتعرف هو واش باغي من عندك. أنا العربي بالخير كنت ندخل لدارو كما يحكي سعاد، ندخل دار نصار، أنا العربي بالخير ندخل دارو ونحكي معاه ونقول كلام اللي واحد ما يقدر يقوله له في داره، وصدره واسع وظهر لي ما كتبت عليه 3 صفحات والناس يقولوا اوه كيف تشكر العربي بالخير، ما شكرتوش، انا نعطيك لما كان حي ما كانش واحد اللي انتقدوا قد انا وانتقدوا وجه لوجه وفي داره، اما نهار اللي مات كان عليا اني نكشف على الوجه الذي لم اكشف عنه لما كان حي.
شفت على الوجه الاخر على الوجه، ولكن ما برعتوش ما يعني مشاركته في بعض الجامع، انه كان هو المهندس تاع النظام القائم في ذاك الوقت في الجزائر. انك تكون عندك علاقه مع الشخصيه باش تاخذ منه معلومات. انا مثلا نزيد نذكر لك مثلا سعيد بوتفليقه، ما كانش واحد عرف سعيد بوتفليقه وانتقد سعيد بوتفليقه وزد عليه حتى في الكلام، كان حي كي كان في السلطه، ومن بعد هو عمل المستحيل باش يدير معايا علاقه بالهاتف عن بعد. أنا محتاج ناخذ معلومات خاصة في فترة وين المعلومة بقيمتها، مش نعرف واش راهم يحضروا العهدة الخامسة كيفاش كانوا يعيشوا في الحراك، كيفاش كانوا يفكروا، واش كانت مخططاتهم. كله إني درت علاقة مع سعد فريق، ما هو صاحبي، من يصاحبه، ما هو لحيت العداوة هذيك، درت على جهة وبقيت ناخذ منه معلومات. وهو كان يعني شغل داير هدنة اني ما نتنجمش عليه، والحمد لله ما استفدت لا جرام لا درو. وبشهادة الإخوان كان اللي عنده مشكل إنسانية إنساني، لما يتصل يقول يشوف لي لا يشوف له ويحل المشكل. نزل له حي علي جري زميل الله يرحمه الخبر، يعني وضعه الصحي يطلب يخرجوه، يعيط يقول يا هشام فلان ذا منا اذا كنتم مع سعيد اكلوا في لحظه، استكلف تكلف بكل شيء. نفس الشيء بالنسبة ونذكر اسمه قديورة ناصر، أنسيان انترناسيونال بعد تعلم قديورة يعني لا ولا سيري سميث اللي نحب كما قلوا نحب صاحبي ياسر بصح قلوا لا سيري سميث اللي نحب هو وحمو بالاحمر بياسر. الحمد لله كنت كان نحبو قاطع بياسر اصحابي. ناصر عيط لي اللي بعث لي ما قال لي هو كان شعبان لونسيان بريزون تاع مولوديا، قال لي ولدي كاين رضا جلالي هذا اللي كتب يا علي شوف جبال الغرب غيبوا. قال لي يا شعبي ما شاء الله ما ماي كان ملحن كان يقدر يقول لي راهم طيش في بيت عجزه دار عجزه ما عنده باسبور ما عنده درام ما عنده، وكان تشوف نعيط لسعيد تو تسويت يريقليلو. بالرغم انه اللي كان عدى جمال كان قنصل في باريس رخيص بن رخيص، هذه انسانيه بيعرقلها لانه الديورة هو اللي مور الحكايه. كي بعث له سعيد بالفريق قال له شوف فلان يضرب النح، ولكن اللي مليح انه سعيد بالفريق بعد اسبوع اتصل عطسل بيه قالوا واش درتوا في القضيه، قالوا ما صبناش. عيط لي قال لي ما صابوش السيد، قلت له لا لا هذاك راه رخيص هذاك نصب او قديوره قدامه، قلت له عيط لقديوره يقول له وين راه، وتحل المشكل. والاجر الاخوان اللي دخلوا من بخوف ناصر، يعني هذه كانت احنا نشوف لما سعد بن عقبه يربط علاقه مع جنرال يروح عنده للدار وكذا. انا دخلت عند دار الهادي خبيري، دخلت عند الدكتور حمد البراهيمي، دخلت عند البتشين، يعني الله يرحمه قاسم رباح، سالنا مع قاسم رباح مع بتشين مع الحلعيات، ما ندخل على الملك ديالهم انا في لاروتات وفي لاروتات استفدت اني قدرت تكتب تعرفت لي جينيرو، لان المعلومات اللي عندهم ما تسمعها عند حتى واحد. انا كتبت ما فيها دي جينيرو من القهاوي ولا قال فلان وقال فلتان، لا نعطي المصادر اللي
شكون اللي قتلها؟ هو الصحفي الناجح. الحمد لله ثمني الصحفي تاع زوج دورو ولا بو دورو. دونك الناس اللي يشوف انه سعد العقبه كيفاش يدخل على النزار عنده يحكي معاه كلهم، لا الصحفي لازم تكون عنده مصادر. المصادر اللي عنده هو، انا ما عنديش مع النزار مثلا. بل. الان الشيء اللي يقولوا سعد بوعقبه، طبعا سعد بوعقبه ياخذ كلام اللي قالوا له نزار. نزار عنده عقده انا اللي نتكلم عليها فيما يخص انتمائه للجيش. فنزار يقول سعد وسعد يعني ينقلها، ناقل الكفر ليس بكافر. انا نشوف الاخوان مانيش دافع على سعد، ولكن نحبش الناس تفهم تعرف تميز ما بين هاو يدافع على عدو الشعب الجزائري. لازم تكون عندك جرأة الاولى، لازم تكون عندك شجاعة ادبية، شجاعة صحافي تاع الصح، سينو ما يجيش يدافع على راجل مكروه من طرف الشعب. لانه شفت انا التعليق على الناس بداو لا مش على سعد بوعقبة، سعد بوعقبة انقلك. دوك الشيء اللي نقلو كاين فيه الخطأ، اللي هو ما مشاش غاص فيه لما يتكلم على الجيش الفرنسي. هو ديجا قبل كل شيء خلينا ناخذوا بالعقل، تلاقى بقاو خمس سوايع قالوا كيفاش عدت للجزائر من اسبانيا في اطار الحصنه الرئاسيه، لان هذا يرجع في الطياره ويتحيلوا وكذا ومنا الحصنه الرئاسيه. الاخر يقول لي اني انا كنت عضو في مجلس الاعلى للدوله. نقول صح كنت عضو في مجلس الاعلى للدوله بصح، انت محكوم عليك، ما بقاتش حصنه رئاسيه، ابعث المحامين في ابقى في الجزائر وقول لهم عندي حصنه رئاسيه. ولكن حتى الرئيس لما يسرق لما يخون يعني ما كانش حصنه، لا ما كانش حصنه، هذه كذبه تاع الصح. والحصنه الرئاسيه ما عندكش العقليه، اولا انت محكوم عليك ب 20 سنه حبس بتهمه الخيانه، ما طلعش في دائره رئاسيه وما يتحيولكش، وتهبط تمشي للسجن العسكري، تسلم روحك للسلطة العسكرية وتبات ليلة في السجن وتدير معارضة على الحكم، ومن بعد يحاكموك يشارعونك يقدروا يعطوك البريق وش بغا. انت ما دخلتش خلاص، نزال ما دخلتش. حكاية الحصنة ما كانش منها، انا نقول لك لانه هو رئيس الجمهوريه ما يقتل يذبح يخون يبيع الوطن. ما دام المحكمه عسكريه ثبتت انه خائن وتامر ضد الوطن، هدي انا اللي محاكمين عليه ب 77 سنه بحبس، تهمت مساس بأمن الدولة والوحدة الترابية. أنا مانيش داير الوحدة الترابية، أنا ما قلتش ندير الاستقلال تاع أم البوادي ولا تاع منطقة الشعبية ولا تاع حومتي، لا باش تقول لي مساس الوحدة الترابية هذه الأولى. حط لي الإرهاب، أنا إرهابي تمسخر، أنا إرهابي بصح لو كان دخل الجزائر راح نفس الشيء نمشي ليه ولازم ندير معارضه. وصارت لي لما دخلت الجزائر، دخلت ومشيت للمحكمه ودرت معارضه، والسبعه تاع الليل جزت، ومن بعد عاود تحاكموني المحاكمه تمت علنا قدام الشعب في محكمة حسين داي، واللي ما كانش عندها صلاحيات تاع المحاكمة ديالي، لأنه الملف كله هش، محاكميني على كتاب لا مافيا دي جينيرو،
حكايه الحسنه هذه راهي ما كاش منها. يزيد يروح يتكلم يتكلم مع المعربين، يقولوا تعالى نكره المعربصين. المعربص هذا باش يكون جزائري، علاش تكروا على جلو على خاطر ما يعرفش هضر الروميه؟ تكروا على خاطر ما يهضرش الفرنساويه؟ تعرف القريب العربية، تعرف نكره المعربصين. وما يقولوا مثل كيما انت، لكن قضية التحقيق صح لي الصورة عن المعربصين وكفاءته وطريقته، مش من قضية التحقيق تاع أوامر تقعد بينا تقولي قضية التحقيق تاع أوامر القضاة التحقيق، كله ماشي بالأوامر، لا كيفاش من 20 سنة وتوفيق 15 سنة والساعي بشرة 15 وباش يكون 15 يولوا زيرو. مالا هنايا القضاة تاع المحكمة الأولى وتاع الاستئناف يروحوا الحبس، لأن دخلوا الحبس واحد ما توفيق مجاهد كان رئيس جهاز أمن كذا يديروا كاع هذاك الهيئة الأمن، هما اللي يروحوا الحبس دخلوا حكموا عليه بطل بطل حكموا عليه بطل. إذا يقول لي دونك هذه كي في حكاية القضاة وكذا يزيد يروح يعود يشكي يقول له أشعر بإحباط كبير لما وصل لما وصلت إليه حياتي، فأنا لا أستطيع أن أعيش بسلام في بلدي ولا في بلد آخر، لا أنا ولا أولادي ولا أحفادي، وهذا بعد كل الذي قدمته للبلاد. لا، هذا بعد كل جرائم التي اقترفتها في حق البلاد والشعب. والحمد لله ونفرح أنه إلى أن مات كان يشعر لما يقدرش يعيش في سلام لا في الجزائر ولا في الخارج، لا هو لا أولاده ولا أحفاده، ولكن أحفاده خاطر لأنه ماشي كامل أولاده، ولده واحد ساف مجرم كيفه، أما ولده الآخر خاطيه، ولده راح معاه للحج، كي باتني في الواد قبل ما يطلعوا لعرفات، حبوا يضربوه الشعب النصارى. إبا ولدو لي يسلكو، لأنو الناس يعرفوه يحترموه، ولدو عندو 44 سنة ماهوش دراري يعني، دونك هذي حكاية ألور باش يزيد يحكي سي نزار، دونك يشعر بإحباط. قل له وعندما رأى علي التأثر بما قال أردف يقول حتى بيتي هذا لا أستطيع بيعه كما يفعل الناس، من يشتري بيتا في قلب سكنة؟ بيت تاعك تحت الحجز، بيت أنزار تحت الحجز، لأنه مازالت قضية تبييض الأموال، تهريب الأموال، السرقة، تعرف طب شهرين تقدر تبني قصر كيما هذاك؟ شهرين تقدر تبني قصر كيما هذاك؟ تقداش، عنده زوج قطارات، وداير ليه هو قصر، وربع فيلات لولاده، كل واحد داير له فيلا، والواحد اللي ماهوش ساكن سفيان ماهوش ساكن معاه، خرج كالي برا، في دير إبراهيم. باش ما تبيعو ما تقدرش تبيعو لأنك سرقت، وراه دركا يتحاسب بعد مولاه، لكن كي يقولها من يشتري بيت في قلب سكن، ما في قلب سكن يكذب، لأنهم هما داروا التيران تاع بلد حيدرة، والآن عندي ديليبيري تاع بلدية حيدرة في سنة 1981 داروا التيران، دار منهم مرات اللي راهو اليوم وزير داخلية. دا معاهم تيران في الفال دو حيدرة والتوفيق ومجموعة كبيرة داو ودايرين محصنينها، هذا في قلب ذاك يكذب
يقول عندما غادرت إلى إسبانيا تركت في بيتي خزانتين جديدتين، أيوة، واحدة بها وثائق والأخرى بها ذهب بناتي وأهلي. شو بناتي وأهلي؟ بناتي بناتك، ذهب بناتك، واش تاع عائلتك جاي معاه، عندك عائلة أخرى. وعندما ذهبوا بيتي وأنا غائب فتحوا خزانة الوثائق بالشاليمو. بيان سور، بيركيزيسيون. شوفوا كيفاش يعني نزار الحق إلى درجة تاع الحس والحمد لله. الحمد لله يا ربي. ربي قال له خلي ربي يخلص وعينيا تشوف. هو في إسبانيا. جا تاع الأمن، شكون؟ تاع الأمن، هما اللي جاو حلو بالشاليمو وداروا الوثائق. إيه، وحطوا لاكاف، وفي لاكاف جبدوا واش كان داخل، صابوا حتى تاع الأمور تاع السحور دايرها، القرآن بالدم، العظام تاع حيوانات ما نعرف تعمل، سكيلات، فلاتاف ديالو صابوها، وهذا مكتوب في تقرير أمني. هذا في محضر حاطينو بروسي فيربال مسجلين. أنا لما يقول لي واش فيه، بون احترام للسيدي اللي يهضر لي، قال لي ما جبتش اليوم برك جبت الحكاية، ما نوريش. صابوا القرآن بالدم وكذا وسحاحر، شي اللي داروا شعوذة. ايه هذا قال لك وذهب ندوروا له عليك. والأخرى بها ذهب بناتي وأهلي، وعندما ذهبوا بيتي وأنا غائب فتحوا الخزانة بالشاليمو، وأما خزان الذهب فقد أخذوها كاملة. تكلم على بناته، بناته مساكن المرض، إلسون تروماتيزي، إلسون تروماتيزي بناته. أنا كنت كلمتو في الوقت في الشناخ، ولكن ما نحبش نتكلم عليهم، مساكن ضحايا. أول ضحايا جرائم نزار بناته وولده سفيان وزوجته اللي قتلها. ودوك نجي الحكاية اللي تتم على القتيلة. وقال لك لما سحبوها على الأرض خدشوا الرخام تاع القاع. ورادوا للخدش، غادوا الرخام، غادك الرخام تاع الأرض يحلوه، الله لا يرحم بها ضم. ومئات الالاف تاع الجزائريين اللي زبطوا لديارهم وديتوا لهم قشهم، كسرتوا لهم، دكدكتوا لهم ديارهم، ما غادوكش. قلت انت مسؤول على هذاك الشيء هناك الوقت، ما غادوكش، غادوك خدشه في الرخام. كيفاش؟ ومن بعد قال لك تكلم، يقولوا بلي ديغول هو اللي بعثني للثوره الجزائريه لاعمل لحسابه. هل ديغول تنه حتى يرسلني لادك ثكناته بالهجمات التي قد قدتها ضد ثكنات فرنسيه في سنوات 59 و 60 و 61 بالقاعده الشرقيه؟ هذا كذب. بالظبط كذب. هو في المذكرات ديالو، في المذكرات ديالو يقول انا استفدت من لا بروموسيون لاكوست. لا بروموسيون لاكوست واش لي؟ طلعوهم صف ضباط، طلعوهم ضباط وبعثوهم وما عملوش عليهم دي زافي دو ريشيرش. قال انا دكيت ودربت المجاهدين نو زيد صار هو يعترف في المذكرات ديالو. انا غدو نتصل بسعد وباش نناقشوا انا وياه اذا حب، يعني اذا نعرف بلي يقدر يكون يحتاج يقضي كل الوقت تصل بارهابي منا، ولكن انا نتصل بيه ونعرض عليه اذا حب نتكلموني نوريو الوثائق. نوريو الوثائق، نتكلم بالوثيقه ما نتكلمش بالفراغ. لما نقول باللي بابات نزار كان رفع السلاح في وجه المجاهدين، هذيك هذه وثيقة حاطينهم لي دي براف، مسميين لي دي براف، والمجاهدين لو بونديتيزم على ليتا بور. هذه جريدة.
دونك المذكره ديالو اللي يتكلم ويقول انا استفدت من دفع الدقوس ودير واحد التدريبو كامل في ما بعد مدرسه صف الضباط ونزار في مذكراته نعطيك بالسبعه ونهار هذا كله حطيته في لا مافيا دي جينيرو هذا اللي خلاه اسحب المذكرات الاولى اللي نشرها في دار نشر الشهاب ودار بعد مذكرات اخرى صحيح دونك يقول باللي بابا ضرب 15 سنه عند فرنسا يعني هو رضع عليه بفرنسا في البزول تاع عمو انه بابا قرا في ليكول تاع الكولون ما قراش مع لي زانديجان انه بابا على 12 سنه اداه لي زونفون دو تروب اش تقول لي كنت مجاهد وين مجاهد انت هذه كاع ما يجبدهاش وينا ثم يزيد يجبد قالك القضيه اللي احنا اسمع بعد قبيلة زوجته يقول له يقول عني اني قتلت زوجتي وانت تعرف الحقيقة وتكتم الشهادة يعني اليوم في عقبال كيش يكتم الشهادة لماذا لا تقول لهم بأنك كنت معي صدفة في مكتب وزارة الدفاع عندما أخبروني بالحادثة هنا راه يقول باللي يقول ساعتها كنت معايا لما كنت في وزارة الدفاع قلتوا لي وقال لي أروح لما قتلوا مرتك وانا نسيت السلاح تاعي في الدار وكي جا خارج نسى الكاسكيطة ديالو وبو عقبة يأكد يقول صح أنا كنت معاه في هذيك اللحظة لما بلغوه بحادث نقل زوجتي إلى المستشفى بإصابتها بطلق ناري خويا سعد قول لنا شكون يطلق النار عليها مادام أنت كنت قاعد معاه من بعد وقال لك في هذه الجلسة يقول لك شكون يطلق عليها النار بالكابوسة ديالو ويقول لك تجاهل الاقدار ان يترك وصيه يقول لهم دفتوني قرب زوجتي هذه دارها سما لولاد والبنات وبدا باش يتبرع من الاخر ولا باش لطفي هو اللي دار تحقيق الاخر قال لهم دفنوه قدام يما باش تروح الحكايه وباش يقول هنا صل انا خارج حين مسرعا كان ينادي هاتوا لي القبعة وانطلق فعلا بدون قبعة وتسأل عني القاصية استنال قبل انه يتكلم على انه استغلوا ولده كلمة لي انا يقول ان يقتلزوا انت تعرف الحقيقة لماذا لا تقول لهم استغلوا ايوه تركت سلاحي في بيتي استغلوا مرض ابني استغلالا بشعا في هذه القضية فكان الألم مزدوجا ألم الابن المريض وألم استعماله في هذه التهمة الفظيعة شكون يتكلم علي أنا قل لك ديريكت تتكلم علي باسكو أنا يا لي كابتور ديكرون تاع فيسبوك تاع سفيان ولدو انا ما قلتش سفيان دير هذه تاع باباك ولا هو جبد كلاه قلبه طفل صح يقول لك ما ولدي مريض ما هوش مريض يلي تروماتيزي لانه سفيان يحكي شافه بعينه كيقتل يماه بالرصاص ويقول لي ما هبط معانا في التليفون يقول لي ضربه الاولى جات في خدها جات هربت من الخزانه هاي نحكي سفيان راه يسمع فيها اكيد جات من الخزانه وحقلها حبه للراس وخواتاتي يشوفوا وخويا يشوف بعد كي خدمه لطفي نزار خرج معاه يماه دونك انا ما شككتش بشهاده سعد يقول انا كنت معاه لما قبضوا وي سعد ممكن سيناريو هو نقتلها بعد راح
ليزا راه عيطتك، انت ما رحت عيطتك، لا يحكي معاك يجي تليفون يقول وراه قتلوا مرتك ويخرج يجري. قول لنا شكون قتلها درك، شكون اللي قتلها؟ ونورمال نو راهي في الصحافه تتحط وكدا ومنا وراه في الحبس اللي قتلها، ويقول هو يذكر اسم اللي قتل، قول ها وليك اللي قتل زوجتي ها واش اسمه وها راه في الحبس. تخلي هكذا في الغم، هذا اللي تبان باللي قتل يزيد ياكد انه قتل، وبالتالي يقدر يكون معاقبه ضحيه سيناريو ماكيافيلي اللي داروا النصار. دونك ما قلناش شكون قتل جوجو كيفاش حقوا معاه وين راهو الان، راهو في السجن مؤبد. تقتل مرت وزير الدفاع تمسخر. دونك هذه الحكايه تاع زيد من بعد يروح يحكي على مقتل بوفيا. شوف مليح، يقول له سعد: ألا يكون بعض الذين كانوا تحت مسؤوليتك قد استغلوك وطمنوا لك في نفارك وقتلوه دون علم منك؟ نعلى بوفيا يقول: انتفض وقال لي بغضب. لا، لا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكن أن يحدث شيء كهذا دون علم مسبق مني، أنا كنت مسؤول ولم أكن طرطور. تصور أن يحدث مثل ذلك في الثورة دون علم وزير الدفاع آنذاك كريم بالقاسم، وتصور أن يحدث شيء لا يعلم به وزير الدفاع الهواري بومدين في الستينات والسبعينيات، أنا كنت ثالث وزير الدفاع من نوع كريم بالقاسم هيك يا وادي، وبومدين على مستوى المسؤولية. أنا بصح ما تقول الناس دوك انت كنت على علم، انت ما كنتش تطر، كنت على علم، قلت ما كنت على علم، لانه انا كتبتها في لا مافيا دي جينيرو، حكيت انه بمجرد ما سمعوا الخبر جلال الدين ابراهيم من الزهر، جلال الدين ابراهيم مقر دي ار اس وجمع توفيق واسماعيل وضباط اخرين ومنهم محمد السمراوي كان حاضر، هو اللي ادلاني بشهادته. اول حاجه قال لي في قاعده نسا، قال بون يا جماعه مفتاح خطيه، ها مفتاح نارينا فرابيك رافيل، وعلاش تبرا في المفتاح وانت ما على بالكش واش صرا؟ ما على بالكش واش صرا، سوف اذا على بالك، لان المفتاح هو اللي كان مسؤول تاع ابو معرفي، مسؤول تاع ابو معرفي المفتاح هو اللي كان حاكم الجيس. تجي دونتري تقعد تقول المفتاح خطير، المفتاح كان كوموندون ذاك الوقت، ومفتاح هذا نعرف يعني نقول عليه ان برا اون كاشيت، تيرار ديليت بصح ما ندولو في المخ، ان برا اون كاشيت، هو اللي كان درب جماعة البوليزاريو على الرماية. هذا المفتاح. دونك ها هنا إذا ثاني قضية المقتل تاع بوظيفي يزي ورد روحو، يقول له مش ممكن تمهم على بالي، اش تقع على بالك؟ لأنه بوظيفي كي قتلوه اللي حدث أنه أول مرة رئيس دولة راهو مع أربعة شركاء معاه ولا واحد يخرج معاه من الشركة، ولا وزير داخلية، من المفروض وزير الداخلية يخرج مع كل زيارات رئيس دولة داخل الولايات يكون مع وزير الداخلية، مدير المخابرات مدير الأمن لازم يتنقل معاه باش يشرف شخصيا، مدير الأمن الداخلي اللي كان اسماعيل ذاك الوقت يلزم يتنقل باش يشوف شخصيا ديسبوزيتيف دو سيكوريتي اللي مبينين، وخاصة الوضع ذاك الوقت كان صعيب، وضع سهل امور ما كان حتى مشكل، وكانوا يتنقلوا المسؤولين الامنيين في هذيك ما تنقلوش، مدير الامن الوطني ما تنقلش. لما طلع بوضياف المنصة ما بان والي بجنبه يحطوا له
واحد رئيس جمعية تاع المجتمع المدني تاعنا. أنا كوني بعد لقيته خطرة عند طاهر وطاهر، كان طاهر وطاهر الله يرحمه في المستشفى في باريس، لقيت السيدة هذيك تعرفت عليه وحكيت معاه. أو بعيدا من اللي مخيطة، ومعاه بجنبه دكتور أمير اللي هو نسيبه خمرته ومدير الديوان ديالي. عمر مدير الديوان ما يطلع على المنصة مع الرئيس، شوف كيف مخطط باين. دونك فوالا هادو يعني لا. زيد بون كاين بعد كلام اخر وقضايا اخرى وكذا، تكلم على جرار غزيل وعلى لا. اذا نلحق النقطه الاخرى، تكلم على قضيه سويسرا. سعد يقول بلينا، يقول انا اقول بقي فقط ان اقول ان ملفه في سويسرا امام العداله كان يراد منه المقايضه بملف الاخوه كونيناف، وقد تكون السلطه الجزائريه قد تحررت من هذا الامر بوفاه خالد. لا خويا سعد، قضيه تاع سويسرا ما بداتش مع سجن كونيناف، لا بدات في 20 اكتوبر 2011. وانا ذاك الوقت كنت داير تيم في العصابه تاع بوتفليقه في 2011. انا لما طلعت اول شاهد ضد نزار، انا ما عندي حتى مشكل مع نزار، اول شاهد في القضيه كنت عيط راشد مسلي. راشد مسلي ما عنده حتى علاقه بكونينار، انت هي ما عنده حتى علاقه بكونينار. طلعت انا وشفت وتابعت وسجلت كشاهد، ومن بعد لقيت معاهم واستعبيت تصور كامل قالها وكيفاش فونكسيوني، لانه هو تنصل من مسؤوليته، حب يقول لي ما على بالو والو، وانا عطيته كل شهر كيفاش يكون هنا. ما عنده حتى علاقه بقضيه كونينر. كونينر بدات حكايته في 2019 تسجل، ولكن من قبل 2019 كان باباها، كان ربها، كان هو العقل المدبر تاع سعيد بوتفليقه اللي كان هو الرئيس الفعلي للجزائر لمده 7 سنوات. سنرى نفوار مع هذا خويا سعد، على هذه ان شاء الله غدوه نتصل خويا ونحكيو هكذا ونجيبو حاجه بحاجه. مثلا حكايه نزار والجيش الفرنسي، انا كنت في الجيش ونعرف موقف العسكريين من نزار والحبيب بالخير وقدام عسكر فرنسا بالوصيف الله يرحمه، كان خارج لهم طاي طاي عيناني، كان خارج لهم عيناني بينهم شاد كيف كيف. من بعد انا تعرفت على ريك حلايات، على تشيد، على كمال عبد الرحيم الله يرحمه نهار يتعين نزار وزير الدفاع، اطلع لدين ابراهيم وقلب الدنيا على بتشين، قال له ما نقبلش نكون انايا تحت ان اونسيان دارمي فرونسيز. بتشين اتصل بالشادي ونشفع عليه بلو مو هذا، قال يفو سيغ سوا على ديسيزيون، قال لازم ترقب حبس ما تاخذش قرار هذا. ما هوش كلام تاع قهاوي، انا كنت مقرب من هذا الجهه هذه، مع العلم انه ما عنديش يعني باش تكون مساعده على بالو. انا عمري ما كنت مع نزار، وعمري ما تلاقيته لما كنت في الجيش، وعمري ما تلاقيته لما خرجت من الجيش. المره الوحيده تلاقيته تلاقيته في المحكمه تاع باريس، ومازالت الصوره موجوده تاع المحكمة تاع باريس. قبل ما نخرجوا برا جاني انا لداخل ورمى يدو عليا، وما حبيتش نخمس معاه لانه يدو فيها الدم من الجزائريين. قال لي وعلاش ما تجيش تشهد معاهم؟ قلت انتم كيف بعضاكم، قولوا بعضاكم، انا اللي عندي نقولوا راه ضد تعيا تقراها عن قريب، كان انا في ريجينيرو قريب يخرج. كنت قاعد انا كنخرج
إيه كان خزنة ما في الجنة. قلت له هاو مكتوب، يعني يقولوا قلت إن ما خليتلوش أنت مكتوب لنا. والميدالية تاعك واش من ميدالية؟ قلت الميدالية ديالي سي لا ميداي دي ميريت ان شيفرون بعد ما تعدي 15 سنة يمدوك. قلت له ما حبيتش نروح نديها باش كنت مسيني في الدبلوم ديالها، ما حبيتش نروح لها. حتى جابوها لي للدار وعمري ما علقتها ومطيشها. وحنا خدمتنا هناك وبقيت. وجا واحد تاع المخابرات الفرنسية هكذا من اللي عسوا عليه، قال لي مي فوزيت انسولون مسيو. قلت له سوي انسولون مي سوي با كريمينال. لوي سي كريمينال. وقلت له في روندرا كونت تو او تار دوفون لو سينيور قدام ربي. قلت له بالفرنسية باش يفهموها بعد. ومن بعد بعث لي اللي كانوا دايرين هولو شغل ماجور دوم ديالو كابيتان عيسى، كان عرفته كان ادجيدون كان خدم معايا وكذا. جاني قال لي هشام راهو يحبك. قلت له امشي يعطي يحب هذاك. قال لي حاب يشرب معاك قهوه. قلت له امشي والله ما نشرفو نشرب معاك قهوه. دونك هذه باش ما عندي لا حساب لا حتى شيء. انا كنت ملي كنت ضابط في الجيش نكرهو لانه كنت نكره كاع عسكر فرنسا. كنا هكذا ان كلون، كنا قدماء جيش التحرير. حنا ضباط الجدد اللي دخلنا، شباب دخلنا اللي مربيين عندنا، مربيين على كره فرنسا نكروها. راهو كان بن ناصر ولي تشاهيد من اشبال الثوره، وهذا كاع طب في اشبال الثوره كيف كيف يكرهوا عسكر فرنسا. كان اسمه بالقاسم البروكيور تاع لا ريبوبليك تريبيونال ميليتير. تلاقى في البيرو ما خلوش فيه، كانوا جماعة اخرين ثاني كنا في وزارة الدفاع في البيرو تكلموا عليه على الشلوفي على عسكر فرنسا. القاسم بخاري صحيتي شوف كان بروكيور لا ريبوبليك في تريبيونال. يجي حنا زوج ضباط انا وبن ناصر وما خلو ما نبقيو في نزار والعماري وكاع لي زونسيان تاع لارمي فرونسيز. في رواتنا قاعدين شجاعة ما عندناش تاعنا. هذا موقفنا ملي كنا سواء داخل الجيش وخارج الجيش. هذا دونك فوالا. بالنسبة لسي نزار كل شيء بالوثائق، ويبقى انه نعاودها للناس اللي يقراو نعاوديك لانه نقدر نقول انه سعد تنزل في حكايه مرته لانه ولده يقولوا ولدي مريض. ما هوش مريض، انت تولا تروماتيزي بنتك، تولا تروماتيزي بنتك الاخرى درت فيها كثير. السبب اللي كان مجرم كيفو نطفي ودائما ما يتفهموش ولا بروف سفيان ما شفناش فينا هناك بينات بين البنات وسفيان والخامس تاع لطفي ناط بيناتهم ومازال دوك نوفمبر. والسرقه تاع لا 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 الملف تاعو تاع العداله راهو منين جاب الدراهم باش يشري دقيقه نتكلم ما نتكلمش باش يشري تيرا 6000 متر مربع في تيرانيوم من الوثيقه باش منين جاب الدراهم باش شرا ابارتمون في برشلونه 98 متر مربع وباش جاب الدراهم باش دار شركه ديفونا في موناكو واللي كان دار شركه لي باش يخرج لها دراهم تاع الانترنت. بعد ذيك دونك فوالا. هي على كل حال هذا انه الشجاعة منه انه يكتب مقال كيما هذا بعد ما مات، يعني ماهوش راح يستفاد منه باش الناس تعرف.
انا نقول لك كتبت نفس الشيء على العربي بالخير، ولكن العربي بالخير في حياته كتبت عليه في لا مافيا دي جينيرو، في نوفيل اوبسيرفاتور، في التلفزيونات، بارتو بارتو، وفي دارو لي هو هدرت له، هدرت له نقول انت هو لو بارين لا مافيا، بحضور صديق الله يرحم لي اسمه صديق طيب ومن مسيرة، كان مدير المجال الاسبوعي، كي خرجنا قال لي ما عادش نجي معاك يا خويا كي ديرها، قلت له واش حبيتني نقول له، ودا قعدت نمشي لوحدي ونحكي معاه، لذلك نعلمات قلت رحبت الصدر تاع السيد هذا، فوالا نتمنى باش نقدر يعني نتكلم مع ناقشنا وسعد على الموضوع هذا، لان على بالي سعد ما هو مستفاد منه والو، ما استفادش من قبل منه، هذا فاش دخلوا الحبس، هاي شوف يعني وين هنا، هو انه سعد هذا النزار المجرم دخل سعد على ما قال، كيفاش دخل واحد على ما قال؟ مجرم هذا، دخل صحفي على ما قال. ولكن شوف سعة الصدر تاع الصحفي انه لما جاء كتب علينا، ولكن غلطوا في حكاية المتابعة القضائية تاع سويسرا، ما عندها حتى انا قد كنينا، بدات في اكتوبر 2011، وانا كنت طرف فيها بما اني كنت شاهد القضية، انه كان مسؤول عن الجرائم التي اقترفت في حق المواطنين الجزائريين، أنا بالنسبة لي هذا مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية، وكما قدر يكون غلطوا في حكاية المقتل تاع زوتو، لأن ولده ما انفونتاش الحكاية وبقى تروماتيزي، ولده مازال يحكي أنه كان لما يتكلم على يماه يعيط لجماعة دي ار اس يجوا يحطوا دوز اون كاميزون ويديروا السبيطار تاع المهبول، والطفل معه لا مهبول لا والو. ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي